صباح الخير وصباح السعادة على كل زملاء وزميلاتي داخل الاستوديو، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج دسمات زاكروس. طبعا راح نحكي عن طيور الزينة اللي الناس اللي تحب تربيهم، أكيد إلها أنواع هواية، منها طيور الحب، منها البغبغاء، أكيد كل واحد إلى سعره، كل واحد إلى طريقة خاصة شلون يأكل أو الاهتمام به أو الاهتمام بمكانه. فويانا يعني اليوم الأستاذ راح يشرح لنا عن شلون اهتمام بالطيور وشنو أنواعها. شلونك؟ أهلا وسهلا بكم، نورتونا اليوم يابا. بالنسبة للطيور هن هواية أنواع، احنا نقسمهن نوعين، أكو اللي يصيرن داخل قفص ويصيرن خارج قفص، أمثال الببغاء، الببغاء الأمازوني هذا الوغاية، عندنا كوكتيلات أليفة همينة. العناية مالتهن لازم الجو معتدل يعني اوكي، واكل، وما يصير الاطفال يعني دائما يضوجوهم او يلزموهم لزمه غلط، لان تدين حجمه صغير يعني نقول عليه مرض بالعاميه. يعني قصدك يعني ياكل لزمات خاصه؟ اي خاصه، لان احنا اغلب مشاكل تجي مثلا عالم عندهم اطفال لزموا لزمه قوي او عصروا للطير يموت، فدائما نحضر له ستاند شي يوقف عليه بهدوء يظل مكانه حلو. اما الببغاوات يعني مشتهر بهن انه يحكن يتكلمن، اولهم الكاسكو الامازوني هذا شويه بعده جديد يعني مستغرب، واكو باقي الانواع يحكي لك كلمه كلمتين، امثال الدره، ممكن الكوكتيل همين يحكي عندكم. بقى اذا تحبون تعرفون انه شلون هذا الطير نعرف عمره انه صغير او تعرف اعمارهم. اي بالنسبه للكاسكو هسه شوفين هذا عمره 4 اشهر، احنا شلون نعرف 4 اشهر؟ لان كل عينه سوداء، شوفين من الناس شلون عينه سوداء، فمن يبدي البياض يطلع دائما داير العين انه هذا عبر السنه. بس من كل ما هو صغير تعلمي كلام وتعطيه جمل افضل، انه من يكبر يحكي له 20 30 كلمه، اكو يعلمهم ايات قرانيه يحفظون هيك شيء كل هذا. بالنسبه للكاسكو سهل الحفظ سهل التعليم مالتهم، يعني نقول عليه الطير الفول الذكي، كل كلمه ياخذ لك 3 ايام يقوم ينطقها يعيدها. نعم. هذا شنو قلت النوع شو اسمه؟ الكاسكو الافريقي، واكو التايلندي يصير انعم. النوع الثاني شنو عندك؟ هذا الامازوني. الامازوني بهواي انواع، ابو هذا اللي يسموه بلو فرنتد، واكل اورنج واكل دبل يلو هيد. تمام، هذا هم يعني نفس ذكاء الكاسكو، هواي كلمات بي ونفس التدريب مع الببغاء. هاي بس هاي هذا لون اللي اكل لون بعد؟ هو هذا اللون بس اكو اختلاف بلون الراس، اكو يصير بي ازرق، اكو كله يصير اصفر راس مالته وهيك شيء. انا هسه دا اشوف انه الرجل هاي ايده ما ادري رجله ما اعرف شنو هاي هنا، الاظافر مالته اكو اظفر واكو ماكو، اكو ما اكو اظفر واكو لخ ما بي، هاي شنو؟ لا هاي عادي مرات انه الاظفر مالته مقصوص، عرفتي؟ لا تخافين منها شوي شوي. اي عرفتي؟ انا كلش اخاف والله. قلتي لي قبل التصوير. شوف هسه احنا بنشوف هنا أنا هاي الالوان، هذا اللون الشذري الازرق، طبعا اشكالهم مختلفه، هذول شنو انواعهم؟ بقى قلت لك طيور الحب العاديه، واكل هولندي واكل انجليزي. نعم، طيور الحب العاديه شلون نعرف النثيه من الذكر؟ دائما يصير المكان اللي فوق المنقار اذا فاتح هاي انثى، اذا طوخ ازرق هذا ذكر. انه نخليهم سوا، يمكن هذا هسه الازرق هذا ذكر وذاك الانثى. اي نعم، نخليهم سوا، نحط لهم البيت مال التكاثر، لازم القفص ما يتحرك بفتره التكاثر، شهر اقل الشهر يبيض بي. فتره التكاثر مالتهم شهر او شهرين؟ اي يبدن يتزاوجن والنثيه تبيض. اي ورا 18 يوم تفقس. اي نعم. هذا شنو اسمه قلت؟ طيور حب عاديه. طيور حب عاديه، هاي الفوق شنو؟ عندنا هذا هنا الشكريات، هم كلش مرغوبه عندنا بالعراق، يصير لونهم على اصفر، واكو هذا بصفه شكري باصفر هيك شيء، وذن الباقيات فناجس عاديه، العالم كلش تحبها. زين هاي ايش قد خلال التكاثر مالتها؟ هم نفس الطيور الحب، اغلب الطيور 18 الى 21 يوم البيضه تفقس.
اي بشرط انه النثية لازم 19 ساعة 20 ساعة تقعد على البيض. نعم يعني عندك بس هاي الالوان هسه العفو هاي الانواع اللي ذكرت لنا اياها ماكو انواع بعد ثانية. زين ذولاك شنو؟ ذني ببغاء الدغة، ذني وحشيات، يكون النثية وفحل همين بس طريقة تكاثرهن شوية صعبة. يعني بعدين قفص شنو السبب؟ قفص كبير لازم، البيت مالهم يختلف، يستقرن 6 شهور يلا يبدن يتزاوجن، لازم عمرهم فوق السنتين يلا يبدن يتزاوجن يتكاثرن. اكيد اسعارهم تختلف ذولا عن ذولا؟ عن اسعار الدغه كلش غاليه، اذا اليفه الواحده اقل شيء ب 250، اذا الوحشيه لا 100 125 حسب. احنا كل ناس اكو ترغب شغلات، اكو ترغب الوحشي يعني قلت لك لازم يظل داخل قفص، ما تحب يطلع بالبيت ويوسخ ويلعب وهاي، ياخذون الوحشيات يبقى بالقفص، اما الاليف لا يطلع يلعب ويا العالم، يصعد على شتفهم، ياكل من ايديهم. يرد يرجع لمكانه؟ طبعا يرجع للقفص مالته ينام به. انا يعني بعض هوايه ناس شايفه انه مربين طيور مثلا يطلع من القفص او يطلع من البيت يروح بعد ما يرجع، هاي شنو السبب؟ هاي السبب احنا دائما نقول لازم الطير الاليف نقصه، يعني مو نقص من الريش مالته، مثلا من كل جنح 6 ريشات. ليش؟ حتى خاف يطير ينهزم ما يروح بعيد نقدر نرجعه. يعني تدرين اذا صوت هورن مال السياره طقطقه هذا عقله صغير يشفل ينهزم. هاي الطريق، فلازم نقص الريش مالته، ايش قد ما يكون اليف لازم ينقص. يعني ماكو انه يتعود على هذا المكان ويروح يروح ويرد يرجع. لا صعبه، اذا فز بعد يروح ما يجي. اي نعم. هاي ذكرت اياهم الانواع؟ نعم، بعد عالم الطيور كلش كبير، في هواي انواع، بس هاي الطيور الشائعه عندنا بالعراق. اي نعم. والبغباء قلت بس دول النوعين اللي شرحنا عليهم بالبدايه. بعد الكاكات الابيض حاليا ما متوفر عندنا، هذا يتميز انه دائما يصير لعوب، ذكي، يرقص، يسوي حركات كلش حلو. اي نعم. شكرا لك. اهلا وسهلا بكم، نورتونا كل الهلا بك. مثل ما شفتوا مشاهدينا الانواع انه هي طيور الحب والوانها، واكيد انه هاي المعلومه انه شلون نميز بين الذكر والانثى من خلال الالوان، اذا لي فوق يصير اللون الازرق قال انه هي هاي ذكر مثل ما ذكر الولد، او يكون فاتح انه راح تكون انثى، ومثل ما قال المعلومات شلون تستفادون من عندها. وهي وصلنا لنهايه فقرتنا، وهذه عبد الله زملائي داخل الاستوديو.